بموجب هذه الاتفاقية الموقعة اليوم بالرباط، يرتفع عدد بطاقات التنقل المجانية لفائدة الصحفيين المغاربة عبر السكك الحديدية داخل التراب الوطني إلى 600 بطاقة بدل 500 المعتمدة سلفا. تم توقيع الاتفاقية تقضي بتخصيص حوالي 600 بطاقة للقطار للتنقل مجانية 100% لفائدة الصحفيين، بعد أن كان العدد في السابق هو حوالي 500، وذلك بفعل الطلب المتزايد على هذا الأمر. وأعتقد بأن هذه خطوة ضمن خطوات من أجل دعم الجسم الصحفي الوطني. الأخوات الصحفيات والأخوان الصحفيين يستفيدوا من 600 بطاقة اللي كتخول مجانية في إطار اتفاقية اللي كتجمعنا مع وزارة الاتصال، واللي من خلالها وزارة الاتصال أنها كتعوض المكتب الوطني للسكك الحديدية في 600 بطاقة بتعريفة اللي هي جد مناسبة. اتفاقية تأتي إذن في إطار دعم القدرات البشرية للمقاولات الصحفية وللعاملين في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، كما تأتي في ظل الطلب المتزايد للجسم الصحفي على هذه الخدمة.